حالة من الاستياء لدى أهالي قضاء الوركاء نتيجة الفوضى التي خلفها العمل في مشروع أرصفة مدخل القضاء وإكسائها من جديد بأحجار المقرنص. فالأنقاض ومواد العمل المنتشرة وسط الشارع سببت إرباكا في حركة السيارات والمواطنين. محصورة حصر، يعني لا تقدر تمشي على الرصيف، لا تقدر تمشي على الشارع، يعني تنزل، يعني أنا مجبر أنزل عن التراب وأنزل على الرصيف وسيارات مجبر. عشان نسوي زين بهذا المستشفى قبالك جاي يطب التراب للمستشفى، زين مضطرين، عشان نسوي يعني تمشي على هذا التراب وسيارات رايحة رادة مو تمشي. يقول الأهالي إن حجر المقرنص الجديد من النوعيات السيئة بسبب كثرة الأملاح فيه، وهو ما يعرضه للتآكل سريعا بحسب خبراء هندسيين في القضاء، وأن عملية تغيير الحجر القديم هدر للمال العام. القديم اللي شالوه أفضل من النوعية اللي إجت حاليا هسه، نوعية جدا رديئة ونسبة أملاح بها عالية، ويعني جاي يصرفون مليارات، ما من المعقول. يعني إحنا مو إحنا اللي حشينا، جبنا خبراء، جبنا مهندسين أنهم يفحصون هاي النوعية، هاي النوعية ما مقبولة. مصادر تؤكد أن مشروعا للمجاري الثقيلة سينفذ قريبا داخل مركز القضاء، وهو ما يدفع المواطنين إلى التساؤل كيف يتم العمل على إنشاء الأرصفة والشوارع قبل البدء به، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء وانعكاساته السلبية على حياتهم. زين أنت ليش ما تشتغل مجاري؟ أنت من فلشت وسويت وخسرت وهذا كله فلوس، راح يشتغلون الرصيف ورا فترة يفلشون يشتغلون مجاري. يقول أهالي الوركة إنهم اتفقوا مع الحكومة المحلية على عدم العمل في أي مشروع قبل إكمال مشروع المجاري وإنجازه حتى لا تتكرر التجارب والأخطاء الماضية. من المثنى خليل بركات، يو تي في.